الفل يا سجلان. صباح الخير يا مجدي. جمالات بتصبح عليك. صباحك وصباحها زي الفل. الفطار. طب خليك جوه على المكتب. حاضر. الشاي هرجع رئيس محطة في المنطقة بحال هيجع. صباحك قشطة إن شاء الله. صباح الخير يا وداد. والله الواحد مش عارف يودي جمالكم فين دي. عيب يا ريس جلال، ده احنا عايشين هنا على حسك. ولا إيه يا وداد؟ طبعا. بقى ده كلام يا ريس. عن إذنكم. اتفضل. تعالي يا بنت. ها عاملة ايه انت وحسن؟ مش ناوي برضه يتقدم لك؟ ما انت عارفة البير وغطاه، بيقول بيدبر نفسه لسه. ما تخلينا يشد حلو كده يا وداد. تعمل ايه يعني؟ قوليلي انت ومنفة راحكوا امتى بقى؟ خلاص هانت، بس موضوع السكن دوت هو اللي مأجل الفرحة يا وداد. اه؟ بس هو بيقول لي في فكرة في دماغه ولسه ما استوتش. صباح الفل يا حسن. صباح الفل يا مانجا، نهارنا قشطة بإذن الله. العسل يا عسل. تسلم الإيد اللي عملت الشاي. طب أسيبكم بقى، بالسلامة. حلو انت يا مانجا، انت مانجا وانا شمام، يعني نعمل دكانة فكهاني. يا صباح المانجا البلد البتر عسل، يا صباح المانجا الهندي والسنارة والزبدية، يا صباح الزفت والقطران على دماغك يا شنكل. سلام يا بيت الله، انا مش مالي عينك ولا ايه؟ ايوه ما تملاش عيني بقى يا شنكل، ولو الرجالة دول كلهم خلصوا برضه مش هتملي عيني. يا رخم يا غلس يا بايخ يا غتيت يا لذيذ ولا حرام، ابعد عنها يا شنكل. حطة جوانا راح الولد بس انت ويانا. تحت الرصيف وضمن حوطاني وضميري سجني وقلبي سجاني، بس اللي باع واشترى فيكي خد مني بكرة وضيق في عينيكي، احلف ارجع بكرة من تاني. مناع جوه، اروح اشوف على المحطة. اسطى تشوفوا فين يا ابن الحرميه؟ فاكر ايه يا اسطى حصل ايه؟ كنت فاكرني مغفل يا سيد ولا فاكرني تروبش؟ ده القفص ده انا كنت ناوي هروح اجيبه يا معلم. اجري اطلع قفص من ورا الشجر. اروح اجيبه. امشي. خير يا اسطى بطاوة؟ يا مناع بص لي على الدول والنبي شوف لي الهوا عامل ايه. عناية اقول لك على الحقيقة يا اسطى وتسامحني. لسه هتقول لي على الحقيقة؟ هتقوح تاني يا سيد الكلب. اصل بصراحة بقى انا مديون للولاية بتاع المطعم اللي هناك دي بقرشين، قلت استلف القفص اتصرف فيه واسد المديونية. هي كده كورتي يا سيد، احنا كل بلد نقف فيها وعليك دين فيها. خلاص يا اسطى كوتش 100 100 كله. لسه ما مناع تعيش بالاذن. سلام. خليك انت بقى هنا سيد سدد ديونك. الله 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 الله. حقيقي ده سواق مفتري. صالح فوق في قص سايق واكل يوميتي عليه ليا 400 جنيه، بقول له هات 50 ضربني بومبا وسايبني الشغل. وايه اللي في ايدك ده يا بت؟ ده فطور سمناع رايحه اوديهوله. شلناه يا سمناع. سمناع ده ما يجيش يطفح في المحل ليه؟ خلاص نلغي الصواني وسجلال وسمناع يجي يفطروا بقى في المحل. بت ما تجيبيش اسم الرئيس جلال ده على لسانك ابدا، ده رئيسنا وتاجنا وسراسنا. الله ده رئيس المحطه يا بنت، امشي قدام انزقي. بشت نحاس مش هتنزل عنه ابدا. بليد النعم. لا مش هنكل. مالك اتبطحت ولا ايه؟ لا ده انا كعبلت في زلطه وانا بعدي الفلكات. زلطه زلطه ولا بنيه ولا الهوا رماك يا جيمس بوند؟ لما سالك يا بنت اللي قطعهولك. قطع مين؟ طب وكتاب الليل ما اتلميت انت؟ لا خليك زي قطك يا زوزه اللي معايا عليه قطر اعمى. مش دي لمك يا وداد واحكم وارسم فيكي وبل ريم العطش. عطشان يا قلبي. طب والنبي لا سقياك بحالها. السائع
تعيش وتاخد غيرها. بالهنا والشفا، مطرح ما يسر كده يمري. تسلم لايديك يا مناع، اهو كده الواد شنكل مش هتعرض لي تاني. قالوا ابن العبيطة بقول كان عايزك تكلمي له وده. ده مجنون ده. على فكرة ايه؟ انا لازم اكلم الواد حسن يشد حلو شوية بقى. الواد شنكل ممكن يلف دماغ عم شحتة ولا محاسن، ودول بيموتوا في الفلوس زي عينيهم. والواد ده كسريب برضه. منين يا حسرة؟ من بترنت السجاير العضمانة الصدمانة اللي في ايده؟ والله ما انا عارف يا مانجا الواد ده بيجيب الفلوس دي منين. انما قول لي، لسه الفكرة اللي في دماغك لسه ما استويتش؟ فكرة ايه؟ طب فكر بقى على مهلك. طب والله العظيم انا سائلة فيك. استني بس، بهون عليك يا جميل. فاشل. بس ما دام بقى الفكرة اللي في دماغك لسه ما استويتش، سيبني بقى اسويها لك مع امي جمالات. اهو كالدة يا مناع، يا مناع افهمني. هنتلم في اوضه فوق السطوح بدل ما انت في حته وانا في حته. انت بتتكلمي ازاي؟ لا يمكن طبعا. فكرك ان انا ممكن اقبل حاجه زي كده؟ بالايجار يا مناع، مش ببلاش. ما تفهم بقى يا راجل انت. ولو يا مانجا مش عايز اي حد يلمح ان انا طمعان فيك او في جمالاتك. قطع اللسان اللي يقول كده. بس يا مناع ما بسش. خلاص هانت يا مانجا. طب خلاص اسيبك بقى عشان اتاخرت. طب عاوز ايه؟ امشي يا ولد. الواد شنكل ده جرى عليك قوي يا وداد. تقدر تمنعه وما تخليهوش حتى يستجري يبص لي بنص عين. ازاي بس يا وداد؟ ما هو اللي يقول كلمه لازم يكون قدها برضه. اختي انت قدها ودود يا ابو علي. يا بنت ده انا شغلي كله ودك على الرصيف، فرشتي جرايد وغطايا مجلات. يا سلام، وهو انت بس اللي كده على المحطه؟ ما كلنا اخويا في الهوا سوا. بس لو الاقي بس كشك ولا حتى تحويله قديمه. كله يتدبر يا ابو علي، ان وانت بس. حاضر يا وداد، ان شاء الله كله يتدبر. ماشي، الصبر جميل. يلا يلا. عايز اكل يا معلم، جعان. ايه دول هتاكل بيهم ايه؟ انا معيش غيره. احط لك قرصين طعميه؟ ان شاء الله عيش وملح بس. من يقدم من اعدامها نردولك في الافراح يا ست الكل. اللي قول لي يا سجاده. امور يا ست المعلمين. هو الوسطى بتاعك سابك ليه؟ ربنا على الظالم والمفتري، مش راضي يدفع لي اللي عليه. ربنا كريم. بالاذن يا خاله. خاله كايله تخيلك. كامل حساب يا جمالات. عيب يا حضر الصور، ده لازم الاكل ما عجبكش. اكلك ما يعجبنيش، اكلك زي العسل، بس لازم تاخد الحساب. يعني لازم تاخد الحساب يا حضر الصور دويش. ده احنا عايشين بحسك هنا. ده شويه فول طعميه، لا جبنا لك الضاني ولا الرومي. بس لو كنتش تحلف يا جمالات، الواحد مش عارف يعمل معاك ايه. سلام. سلام. اوبا تاخدك يا ابن الحراميه. كلكم عارفين اللي بحبه مين؟ ميك. ما كلهم عارفين اللي بحبه مين؟ ميك. الحلو ده اللي عيونه، الحلو ده اللي عيونه عيون قبة بنرشيد، وشعره ده زنجابي، وشفايفه دي عنابي، واشكك لي من يا عذابي. ما كلكم عارفين. لا لا ولا لا لا ولا لا لا ولا لا 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 ولا لا ولا لا لا كلكم عارفين. مساء الخير عليكم. وعليكم. كنت فين؟ اتأخرت ليه؟ كنت بتمشى على الفلانكات مع حسن. مع ماندا شنكل اللي اتقدم لك وعاوز يتجوزك، واحنا وافقنا. نعم. نعم الله عليك. بتقولك شنكل اتقدم لك وانا وافقنا. تعرف ان احنا زودناها حبتين، مش كده يا شحته؟ اه فعلا، احنا كنا عملنا اجتماع عائله وكنا خدنا رايها بالاداوه. عندك حق، كنا قلنا لها شنكل اتقدم وخلاص. وفي وسط اجتماع العيلة ده كنت انا هنسحب واسيبك معاها تدهلسيها في الكلام واحدة واحدة. اقوم اشوفها واخد بخاطرها، احسن يا كبدي زعلت قوي. مظبوط. قومي قومي.
ايه ده يا خبر؟ اسعار البورصة في ازدياد؟ وايه الخبر ده يا خبر؟ جريف يقابل شرشريف؟ بتعملي ايه يا بيه؟ بلم هدومك. على فين العز؟ على الرصيف اللي اتربيت وعشت عليه، ان شاء الله نبقى رضبان نفسها. بقول لك ايه يا خالتي؟ الدنيا كلها في كفه والاسم شنكل ده في كفه. هو انا كنت قلت يا جواز ولا كنت خلاص سالت عليكم؟ اقول لك يا ستي مالوش لزوم بقى من اصله خالص. يا بنت تهدي كده وعقلي. نتفاهم بالعقل يا وداد. يا خالتي انا لقمتي اللي باكلها عندكم هنا باكلها بعقلي وشاي. اذا كنتوا سهيتوا مني. يا بنت كده ما انت ايه بقى راضي ولا ايه؟ ان شاء الله عنك ما اتجوزتي. عيب يا وداد. عيب تقولي كده يا بنتي. ده انت زي بنتي. تربيتي زي ضنايا حته مني. حقك يا وداد. حقك عليا يا بنتي. حقك عليا يا حبيبتي. يا حسن هتعمل ايه؟ مش عارف يا مناح. طب ايه رايك يا انا عندي حل كويس قوي، بس تطلع راجل معايا وما تخافش من حد. ايه يا مناح؟ هو انا كنت خليت بيك قبل كده؟ لا يا حبيبي. اللعب المره دي بقى في الغميق وعايز لقلب الجامد. قول بس وانا افوت في الحديد. كده؟ طب تعالى معايا. على فين؟ قوم بس. قوم. طيب. ها؟ ايه رايك بقى؟ ولا اجدعها فيلا اهي. ايوه مناع، بس هنوظفهم ازاي؟ مالكش دعوه بحكايه التوضيب. سيب مساله التوضيب دي عليا انا. انت فيلا وانا فيلا. ونخلي البنات يزرعوا لنا حته جنينه صغيره كده لينا احنا الاثنين. ايوه يعملوا لنا بقى شويه خضار وبصل وفول وجرجير. ايوه ركز على الجرجير يا ابو علي. الجرجير. ايه رايك في افكاري؟ افارم عليك كده. يلا يلا بقى شنكل اتقدم لوداد والبنت مش راضيه بيه. مش كده يا شحته؟ هو بصراحه يا ريس جلال الموقف الى الان ما زال غير متضح. احنا بصراحه طالبين استشارتك، وبصراحه ربنا كمان البنت مش موافقه. ايه حق يا محاس؟ دواب مش مظبوط، والبنت مش رايداه، والجواز رضا وقبول مش بيع وشروه. ما هو انا عايزه استرها يا ريس جلال. وش انت الكسيب؟ انا مش معترض على مبدا الجواز يا محاس، لكن ولاد شنكل ده بيكسب الفلوس دي منين؟ ده حتى الباترينا اللي بتشيلها عدمانة، يبقى الفلوس بيكسبها منين؟ ده وادقه العبان. مش يمكن بيتاجر في الممنوع او بيعمل حاجة غلط يميل حظ البنت معاه؟ كلامك صح يا ريس جلال، ولا هي صح الا صحاح. انا برضو بقول كده. طب وشاوروني يا شحتة، انا مش صاحب مصلحة. انا كل اللي يهمني ان الكل يبقى مبسوط وسعيد. الهي يحميك لنا يا حضرة الناظر. الله يحفظك يا محاسن ويكملك بعقلك انت وشحتك. ربنا يخليك لينا يا كبرنا يا ناظرنا يا ريس جلال. هنزلك. اتفضل. يا بنت الراجل ده كلامه موزون ويدخل النافوخ. يا سلام. سنطر الاناني. تملي ريقك سكاي.
اعملها اصلا. اجري هات اتنين شاي من عند عمك شيحه بتاع المحطه. ها اصلا وخليه يسويهم على نار هاديه. ماشي. صباح الفل يا سمناع. صباح الصباح يا اشطه. طالعه طالعه من بوقك زي العسل يا سمناع. مزيكا بس بقى ما تكسفنيش. ايه بقى فين؟ سايبه امي لوحدها. طب بقول لك ايه؟ نعم. ما تنسيش ميعادنا النهارده. امتى؟ بعد القطر الحربي ميعادي. وهتاخرني تاني؟ مشتاق والنار قايدة. من اذن بقى يا بتاع النار وحاسب لا تحرق. ايوه يا ريس حان. قطر 77 وصل لك؟ في تاخير قد ايه؟ 10 دقايق؟ لا ده كتير قوي. في تصليح في السكه ولا ايه؟ طيب مع السلامه. بقولك ايه بقى يا ريس؟ بصراحة ربنا كده الكلام ده ما ينفعش. ده برضه محتاج واحدة ست ترعيك وتاخد بالها منك كويس. ايه ده على كتفك؟ بس مين هترضى بقى تتجوز راجل عجوز زيي؟ فاشل. ده انت تاخد احلى صبية. طب عايزة تجوزيني مين؟ جمالات. جمالات؟ تتحط على الجرح يطيب. دي قلبها يا حبة عيني بيرفرف من الفرح اما بتسمع اسمك. انت مش بتقولي احلى صبية تتمناني؟ جمالات اولى بيك يا ريس. ده هي دي اللي تحطك في عينيها وتضلل عليك وتبوس التراب اللي انت تمشي عليه. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه بقى. جمالات فاشر احلى صبيه في المنطقه كلها. ها قلت ايه؟ راس جلال. راس جلال الحقنا راس جلال. اما مش احنا خدوا النقطه. خير يا راس جلال. لسه هنشوف يا منى. اطمن ان شاء الله. يلا يا جماعه يلا مش عايزين الزحمه دي. كل واحد يشوف شغله بقى. بس جلال هيتصرف. ايه اللي حصل؟ حصل تهمين عم شحته في شنطه راكب على المحطه. ايه بقول لك؟ تهمين عم شحته في شنطه راكب على المحطه. يا حضره الضابط الراجل ده معانا في المحطه بقاله 20 سنه عمره ما حد اشتكى منه. انا مصدقك يا حضره الناظر ومصدق كمان حبايب اللي بره. بس حط نفسك مطرح. انا هعمل ايه؟ والشنطه دي لما رحت كان فيها ايه؟ هدوم بتاعتي وبتاعت المدام قديمه على جديد وكمان سشوار صغير للشعر استعمال المدام. وحضرتك يعني تقدر الحاجات دي بكام؟ بحوالي 200 جنيه. بسيط. ربع ساعة حضرة الظبط هيكون المبلغ عندك، ويا دار ما دخلك شر. يلا يا سيد شاي شوية يا سيد. أنا معلمة. نعم. احنا لازم نقف جنب محاسن ودادي في حاجة زي كده، إن شاء الله يما خير، بس أنت ما تتعبيش نفسك. داليا. أيوة معلمة. خلي بالك من محلك كويس أوي. حاضر معلمة. يلا يا سيد. سيد التباع خدامك يا شجلال. عنك انت زملائك ست. يلا يا سيد اعمل لك هنا نمر شويه. حسبي يا معلمه جمالات ده الارض مليانه ميه وصابون. ما خدتش بالي يا سيد. سلامتك يا جمالات. ولا اتلم. ما تشغل شويه يا سيد عشان تدق عجينه الطعميه. هدق يا معلم. تعمله ده يا ريس جلال. وسيدي الدسوقي انا لو شفت البنت دي قدام المطعم لكون حاططها تحت عجل الارض. جرانك ايه يا سيد؟ تعالي صوتك وانا واقف. انت تشتغل بلقمتك عند جمالات والا كون قطع رجلك من المحطه النهائي. لا ما تكلمنيش كده ما بشتغلش عندك. الله ده يا سيد اللي يقوله ريس جلال تسمع كلامه. ماشي خرسني مش هنتكلم خالص. سلام. خلاص وداد ما تسرحش بالصميت قدام المطعم. ومانجا ما تنزلش شاي. اياك ما نكونش ازعجناك بس يا ريس. انا اقدر ازعل منك ابدا يا ست جمالات. بس انا كان ليا عندك طلب صغير كده. اقبل عينيا اديها لك.
هفوت عليك في المطعم بعد صلاة العشاء. مستنياك. علينا قوي سي جلال. انا جاي يا جمالات وعشم انك ما ترديش طلب. اطلب عيوني يا ريس جلال. ريس جلال يطلب؟ ده انت تؤمر. يعني مش هتكسفيني يا جمالات؟ الظاهر انت مش عارف غلاوتك عندي قد ايه سي جلال، بس انت اطلب. انا عارف انها مش هتقول لا. هي بتقول اه واه واه. اه البركه فيك انت برضه، بس انت اللي تقول. انا عايز اتجوز مانجا يا جمالات. مانجا بنتي وبنتك يا جلال؟ مانجا مش صغيرة وانا مش كبير قوي. اه من رجال الشيب بقى مانجا اللي تنفعك. انا كنت هخليك، انا كنت هخليك وكلهي وفرحة. انا اسف ما كنتش فاهم الحكاية كده. الظاهر اني غلطت غلطة كبيرة قوي. تجوزيني يا جمالات؟ امك اتجننت يا مانجا بقى بعد الرئيس جلال. تروح تتجوز الواد سيد التباع. والله بقى ما انا عارفه بقى يا مناع، بس بيني وبينك امي برضه معذوره. حد يصور ان الرئيس جلال يطلبني انا ويسيبها هي اللي مستنيه طول عمرها تقوم تتجوز سيد وهو يعني انا اللي طايقاه؟ ده واد رخم وملزق كده في نفسه. طب بقول لك ايه؟ ايه الواد على فكره بص لفلوسها، كلميها يا مانجا يمكن تصرف نظر عن الجوازه دي. هحاول يا مناع، ولو انها بقى مش طايقاني ولا طايقه اي جمله مني من ساعه اللي حصل امبارح. طب هو ده وقته؟ خلاص بلاش. يا ساتر عليك راجل. يا ناس سيبوني بحالي بقى، هو انا مش من حقي اتجوز؟ من حقك تتجوزي وتعيشي وتنبسطي كمان، بس مش مع سيد ياما. ماله سيد؟ جدع كويس وابن حلال مش زي الريس. خلاص بقى ياما انسي بقى الحكايه دي. الريس جلال غلط وحس بغلطته، ادوله بقى فرصه اخيره يراجع فيها نفسه. تاني حسنا؟ لا بقى سيد غاويني وانا غاويه من ايام ما كان بيشتغل عندي. اهي دي بقى القله بقى يا جمالات. فوقي بقى يا جمالات يا بنت نفوسه. سيد ما بيحبكيش، سيد طمعان في فلوسك يا اختي. لا بقى ده انتوا اللي طمعانين في فلوسي، انتوا سمعناها الراجل بتاعك. يا نهار ابيض، انا طمعانه في فلوسك يما؟ هي حصلت كمان؟ ده انا الوحيده اللي بحبك. ده انا جايه خايفه عليكي وبحذرك. وعلى العموم بقى يا جمالات، اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. سلام عليكم. في 60 داهيه. تشكري. هما عايزين مني ايه؟ We'll be right back.
جمالات. والله لا ارقص لك بقى. هتعملي ايه يا بنتي؟ لا انا برقص لك، ده انا فراخ برضه. ده لك الفرح وده. رقصني بقى يا جدع. عزيزة يا ريس جلال، نورت الفرح. أقول مبروك يا جمالات. قول يا ريس جلال، قول. أجيب لك الشربات، ثانية واحدة. يا مرحبا. إزيك يا سيد؟ بومب يا ريس جلال. أنت بلدك إيه يا ابني؟ على رأي جحا، بلدي هي اللي منها مرتي. ما توجب معانا يا ريس. الشربات يا ريس جلال. ريس جلال تعال يا جمالات. مانجا، مانجا ردي عليا انا. مانجا، مانجا سيبني دلوقتي يا منحله، لان انا مش طايقه نفسي الليله دي. طب ايه اهدي بس وتعالى روح. لا بقى مش هروح، انا هروح ابات عند البيت وداد. اقصى عليك يا ابني، ما لقيتيش غير السنكوح ده تتجوزيه؟ ده حرامي. ما لقيتيش غير حرام المانجا يا اما تتجوزيه؟ اقصى عليكي. استغفر الله العظيم. قد نفسك بقى يا ريس جلال. شفت الواد سيد الهلفوت قال لي ايه؟ ما هو انت السبب يا ريس. انا حسن، لكن ما لكنش ولا حاجه. ما تاخذنيش انت اللي اديته الفرصه دي. كنت سرقان السكينه، ما كنتش عارف بعمل ايه. اول مره بتصرف تصرف احمق من غير تفكير سليم. مش للدرجه دي يا ريس. لو بصيت حواليك كنت هتعرف ان جمالات بتتمنى التراب اللي بتمشي عليه، ولحد دلوقتي بتتمنى. ما عادش يجي منه يا حسن. ربنا يستر على اللي جاي. الواد سيد ده مش سهل ابدا. سعيد يا سعيد.
تقفش يا سيد، البنت زمانها جايه. يوه اما هذا التهو عاوز الشغل يمشي زي الساعه. كنت فين من زمان يا معلم سيد عشان تلهلبهم؟ ألهلبهم هما بس؟ ده انت تلهلب المحل واصحاب المحل، تلهلب العفريت كمان. مهم على فين حلوه؟ رايحه لم الطبقان. لا الرجاله الجداد هما اللي يطلعوا الشغل ويدخلوه، انت بقى متصل البيت ومن البيت للتصل. اسمعي كلام ابوك يا مانجا. يلا ابويا الله يرحمك يابا، لابويا هادي حكم. اوعى تاخدها يا حسون، حاسب يا اخي هتكسر الغلاف بتاعها. خلاص يا حسن، هي اول مره يعني؟ خلاص روق دمك، هات عليا. بقولك ايه؟ ايه الريس جلال مزيعايده اليومين دول ليه؟ ايه ماله مقتصر عن اهل المحطه؟ مش قادر يرفع راسه من ساعه اللي حصل. ربنا معاه يا ولداه. ربنا معانا جميعا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله وبركاته. يا ابني حبيبي، انا من العندي قبل العندي، انا موافق ما عنديش اي مانع، بس بصراحه ربنا الرئيس جلال متخن ودان البنت. الله، والرئيس جلال ماله ومالي بيتدخل في جوازي ليه؟ ما دام انت موافق وطنط محاسن موافق. ايوه لا 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 لا، انا ما عنديش مانع، انا موافق وطنط محاسن موافقه، بس احنا لازم نعمل اجتماع عيله عشان نقنع البنت. اصل الجواز يا ابني رضا وقبول، رضا من البنت وقبول من الجدع اللي هيتجوزها، فاهم؟ مش فاهم. ها افهمك افهمك افهمك. اصل شوف يا ابني، انت رايد البنت وعايز تتجوزها صح؟ صح. البنت مش رايداك ومش عايزه تتجوزك صح؟ نعم. لا بس هتتحل هتتحل. تاهت تاهت و و و ولقيناها لقيناها. شوف يا ابني بصراحه بقى كده، انا عايز اكلمك بصراحه، اصل الجواز بقى مكلف قوي من دول، الدمر في انخفاض والين في ارتفاع. سيبك من الدمر والين، الفرنك الفرنساوي. فرنساوي ايه واسترالي ايه؟ انا مش فاهم اللي انت بتقوله. ما انا هفهمك هفهمك عشان اديني بس لا مؤاخذه لا مؤاخذه. لقيناها لقيناها. شوف يا ابني يا شنكل، بصراحه ربنا كده الجوازه دي مش هتتم، ودي بقى خساره فيك. ايه ده شنكل؟ يا ام احسن احسن يا ابني، انا بقى بصراحة ربنا ما بغيرش. نيلك يا محاج مستني، خدي يجتك ايه يا جمالات؟ اه من حق نسيت اقولك. خير يا بنت؟ في ايه؟ عايزة افطمك على حاجة مهمة قوي. ايه هي؟ حسك عينك سيد يعرف حاجة عن الحكاية اياها، وفيها ايه لما يعرف؟ ما هو مصيره هيعرف. لا يا جمالات لا، ما تخربيش بيتك بايدك يا بيه. الله تفتكري كده يا محاسن؟ هو كده يا جمالات. يلا يا عينيا يلا. بيت يا مانجا. اصطبحنا. اديني هق الفازلين. حاضر. لما طولك اروح على الصبح. اتفضل. مسيرك تقع يا كوز العسل. حمام الهنا يا حبيبي. يا سيد متشكرين يا حضرة النار. ايه اللي طلعك على المحطة يا بنت؟ وانت مالك بيا بقى يا سيد؟ كنت جاي اجيب مواعين فاضيه من عند حضرة الناظر. انا قلت من البيت للطاسة ومتصل البيت. لا لا ما تحكمش عليا. ايه ده؟ طيب يا بنت جمالات، ايه في ايه؟ راحت فين البنت المسغودة؟ مين دي؟ تحسها بيا وليا؟ هو في غيرها بنتك مانجا؟ مانجا عملت ايه مانجا؟ بقولك ايه، انا مش قرطاس لحسن قسما عظما اطربقلك الدنيا على اللي فيها. انا لما اقول البنت دي ما تنزلش الرصيف ومن البيت للطاسه ومن الطاسه للبيت يتسمع كلامي. خلاص يا حبيبي والنبي لا اخسر لك ليه؟ بس انت ما تعكرش دمك، ما تعكرش دمك سايب.
يا سيدي المعلمين. حاضر النبي اكسر رجليها هقطم لك رقبتها كمان. والنبي لنكيد العزاب ونقول اللي ما عمره اتقال يا كوينهم ترار يا تعبينهم بالقوي احنا النبي لنكيدهم ونكيدهم طبعا طبعا ليكي حق تغني وتنبسطي ما مش فارقه معاكي انت عايزه تخربي بيتي وبس مش كده؟ بقولك ايه الراجل ده بقى ملوش ضرب عليا ولا كلام ومطرح ما يحط راسه يحط رجليه جوزك بقى وانت حره فيه ملوش دعوه بيا خالص. لا يا روح امي ده مقام ابوكي واللي يقولهولك لازم تسمعي كلامه فاهمه ولا لا؟ مش هيحصل يا جمالات واللي معاك اعمليه انت وهو. يعني انت عايزه تطلقيني عايزه تخربي بيتي؟ طب يا مانجا ان وريتك نجوم الدهر اللي تقدروا بقى عليه اعمليه انت وهو ولا انا منك خرطيلي الجوز ده احسن. يا بنت المجنونة حرقت لي هدومي يا جمالات يا بنت الفيضة والله العظيم اللي حرق لي قلبه يا لهوي. حقك عليها يا ماما حقك عليها ما تزعليش ما انت اللي حرقت لي هدومي. خلاص بقى عشان خاطر عشان خاطر الولية اللي ربها لها 15 سنة بتربي فيه كبرتك ده انا مصدقت اتجوز انا وانتي ولا ايه محتاجين لده الراجل تقومي تزعلي انت عايزه ايه يا مانجا عايزه تخربي بيتي انت مسلكه هتتجوزي وتروحي بتمنى عايزه تسيبيني وحدنا. خلاص بقى يا خلاص بقى ما تعيطيش من النهارده بنتصل البيت ومن البيت للتواصل. خلاص بقى ودي راسك ابوس. خلاص بقى يا جميل روق بقى. السلام عليكم. طب رد السلام. لا سلام ولا كلام هات من الاخر. انا بادي بالخير يا سيد. خش في الموضوع. انا طالب ايد مانجا. مانجا؟ مانجا مين يابا؟ انت قدها؟ اللي يتجوز مانجا لازم يبقى عنده شقة، فيلا، فلوس، ماني. يعني ايه يا سيد؟ المعلم سيد يا شاطر. أنا ما عنديش بنات للجواز. روح شوف لك عيلة على قدك. ده قد الكلام ده يا سيد؟ قد وقدود. يلا اتكل على الله من هنا. وتعلموا الأدب بقى يا المحطة. تمنى مش طول عمرنا اصحاب وانا زي اخوك كبير. ربنا اللي يعلم والله يا ريس جلال. امال ليه ما قلتليش من زمان ان عينك على البنت؟ ما هو اديني قلت لك لما انا الاوان. على كل حال انا هتصرف. كلام في الموضوع ده هيكون مع جمالات. وسيد وجمالات عمرهم ما هيقولوا لي لا. ايه اللي من ايدي فكر زياده؟ طب كيف ده؟ تتكلم معايا يا شنقة. انت مالك يا انت حسن؟ انا مش فاهم انت عايز ايه من وداد. اقول عايز ايه يعني من وداد؟ عايز حاجه ساعه. ياه اديله حاجه ساعه. مؤاخذة ثانية واحدة. البارد الرخن عارفه يا بي على فين يا اسطى؟ عدينا يا سيد انا داخل المطعم. لا شطبنا جبرنا. انا مش عايز اشتري يا سيد انا عايز جمالات في كلمتين. عيب عليك يا راجل ده بلدي ست متجوزه وجوزها موجود ملهاش كلام مع حد. حاقي مش عليك
تفترت قوي يا سيد. لا العبر ما حبوش واضطر بقى. اوعى تمد ايدك يا سيد، رئيس جلال في حمايتي. ماشي ليك الامان يا اسطى. اتفضل يا حضره الناصر، اتفضل. والله يا عال بقى الرئيس جلال يبقى في حمى ست يا جمالات. معلش يا حضرة الناصر، جوزي تابع حامي شوية. المهم مناع عايز يتجوز مانجا، قلت ايه؟ قلت بصراحة انا ماليش كلام في المواضيع دي، ما تكلمش السيد. معلش يا حضرة الناصر، ده جوزي برضه. ما تقلوش لزوم يا حسن تيجي معايا المشوار ده كله. اخص عليك يا وداد، بقى بتسمي الشوايه اللي بنقعدهم مع بعض على رواقه تعب. راجل مش قصدي، بس انت لسه هترجع كل ده تاني لوحدك. اذا ما كنتش اطمن عليك هطمن على مين بس؟ ربنا يخليك ليا يا حسن. بتوحشيني يا بنت على ما الشمس ما بتطلع. ولا يا لهوي، احنا قربنا من البيت، اوعى. بحبك قوي يا وداد. وانا كمان يا حسن. اوعى بقى تصبح على خير. وانت من اهل وداد. اوعى بقى تصبح على خير. وانت كمان يا منيع، سيد حبسني في سجنه. وهو فين دلوقتي؟ في سجن جمالات. سيد. قوم يا حبيبي كملي. ها؟ البطة دي مين هياكلها غيرك؟ مفيش غير يا جمالات. اتفقنا مانجا. اتفقنا يا عيون مانجا. اوعى تتأخري. بقول لك ايه دلوقتي؟ قول يا عيني. هي الارض اللي حوالين المطعم باسم مين؟ باسمي طبعا، والمطعم كمان. اصل انا عاوز اوسع الشغل قوي، عاوز اعمل المطعم ده مطعم وورشه ومصمت ودكاكين، عاوز اوسع الدايره قوي. وسع يا حبيبي وسع، وسع يا سيد الرجال، كل اللي تشوفه ماشي، اعمل ما بدالك. يبقى الصبح تعملي توكيل. نعمل توكيل ما نعملش ليه؟ رئيس جلال، رئيس جلال، رئيس جلال، رئيس جلال. رئيس جلال مات وده. رئيس جلال مات يا مانجا. رئيس جلال، رئيس جلال، رئيس جلال. سامعك يا عين امي، دمعك على كمي، واما العطش بيزيد اسقيكي من همي، اسقيكي من دمي واغسل ريقك واشوفك اجمل صبيه بتنولد. اه يا بلد، اه يا بلد، اه يا بلد. Thank you.
المسألة مش محتاجة تأجيل أكتر من كده يا منة. سيد لو عرف يا مناعة مش هيسكت. إحنا هنتجوز على سنة الله ورسوله، هنخاف من إيه بقى؟ الله يرحمك يا ريس جلال، لو كان عايش كان وقف جنبنا لو حد اتعرض لنا. لكن قبل ما يموت علمنا حاجات كتير يا منة. علمنا إن اللي يسكت عن حقه يبقى جبان. وأنا ما أقبلش أعيش جبان ولا لحظة واحدة. دي أقل حاجة نعملها الرئيس جلال. عشان ينام مرتاح وراضي عننا. جمالات انت يا ولية جمالات اصحي. رئيس جلال رئيس جلال ايه في ايه؟ الوقت ما فيش غير سيد. سيد بقى ابعد عني دلوقتي. لا لا اسود ده مش فاير مش حالة. لا الوقت بيستكلس بتاعتي مش جلبك عارف منه. مش مبروك يا عريس، مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. مبروك. مبروك يا منى. الله يبارك. مبروك يا منى. الله يبارك فيك يا حسن. ألف مبروك يا منى. الله يبارك فيك يا منى. زغرطة بيت. ده أنا هبوسك. إيه اللي بتقولي ده يا بيت؟ زي ما سمعت يا سيد رايحة اسمع منى. يا فجرة ما أنت تطلع منين؟ بقول لك كده تنسي إيدك عليا. أوعى مش عايزة أشوف وشك تاني. شفت بيت؟ سيد يا رب. بس روحي. سيد يا رب. مش عيب تضرب حرمه يا سيد. وانت مالك يالا؟ بنتي وبربيها من الساعه دي مالكش ضرب عليها يا سيد. دي بقت مراتي كده. ايوه يلا يلا يا منى يلا. معلش يا سيد ما تزعلش عشان خاطر سيبهم يتفلقوا. خش يا حبيبي خش. هو ده النظام. الحكايه دي تعملها ثلاث مرات في اليوم مره بعد كل طاقه. بس ده مش يبقى حرام يا اسطى؟ اكل العيش مر يا ضنايا. ده انا بدي لك يوميه مرتين قد اللي كان بيديها لك مناع. وحسك عينك حد يعرف اللي احنا بنعمله ده؟ ما تخافش يا اسطى كبير والعلمه. انا بدفع اليوميه مقدم. خد مناع. ولا مناع ولا عريس. صباح الفل. صباح البركة عريس. صباح الفل حسن. صباح الفل. ليه طيب؟ اقعد يا ابو علي. تعالى يا مناع بقى احصلك. قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. حته البوسه بقى عشان تحل بقى. معلش يا مناع انا جاي لك الصبح كده ومعايا خبر وحش. ايه؟ الواد صبيك بتاع الكاوتش اشتغل مع سيد النتر. مع سيد فين؟ في المطعم؟ لا مطعم ايه؟ فتح لي ورشه كاوتش في الدكان بتاع فتوح بتاع زمان ده اللي كان مقفول. تعبان ابن التعبان. الواد هان عليه العيش والملح. طبعا لا العيش والفراخ احسن له. عايز يضربني وبصبياني كمان تخيل. سيد مش سهل يا مناع ومش هيسيب طرق ابدا. ده انا عارفاه. صباح البركه يا عروسه. لا بارك فيك يا حسن. عقبالك بقى انت والبت وداد. هي عاوزه حركه جريئه كده زي اللي عملها مناع. والعربيات كتير يا واد على الخط. انا هحجز لك عربيه. هيحصل ان شاء الله. رب. والعمل ايه مع التعبان دلوقتي يا حسن؟ هتعمل ايه؟ ورشه وفتحها. بس انا برضو مش هسكت. بالك من الاشانس. عمرك يا معلم الكل. ايه مشغول انا؟ مناع مالكش دعوه بيه. ما تجرش شكله تعالى بس. عايز اقطعه. المهم الجمعيه انا اللي هقبضها الاول. سامع؟ تعالى بقى اقعد هنا رجلك كسرت. تعالى يلا. استنى. انا بعرف اطلع لوحدي يا اخويا. بقول لك ايه يا ابو علي؟ عيون ابو علي. الولا شنكر راح تاني لجوز خالتي وخالتي. المرة دي بقى أنا مش عارفة أعمل إيه. المرة اللي فاتت المرحوم جلال هو اللي حاشه.
انا مش قادر افهم الناس ليه مش عايزه تصدق ان الجلاده حرامي. ده حرامي ونشال، وباترينه السجاير اللي واخدها دي عاملها منظره. يا عم حسن، الناس ايه اللي شايفاه بعينيها؟ واللي باين قدام الناس ان الواد شنكل كسيب ومعاه قرش. هنقول ايه؟ ما الفلوس بتعمي عن حاجات كتير. محفظه فلوسي، فلوس ده انا، فلوس انا من الصبح راجع انت غير الحق اهو. واقف محفظه استنى انت محفظه ايه؟ محفظه حرامي ابدا محفظه محصول طالع محفظه. وريني مش هتبطل عمايلك السودا دي. ثانيه واحده وريني المحفظه. فلوسي ثانيه واحده شايل شاع عمري فاضل قدامي. قربت اخر مره امشي قدامي يا بني ادم. شوف يا محسن، تنزل انت وزمايلك على المحطه من الفجريه، مش عاوز قطر يفوتكم، عاوز شغل على ميه بيضة. فاهم يا معلم سيد، لكن يعني اهل المحطه مش هيتعرضوا لينا؟ بقول لك ايه، انت بتشتغل مع المعلم سيد، وبعدين حصول جويش مسؤول الامن في المحطه هيبقى مسؤول عن سلامتك وسلامه زمايلك. ان كان كده يبقى مفيش خوف، ومن نجمه هتشوف شغل، انما ايه؟ اتكل بالاذن يا سيدي المعلمين. جويش انا مش عاوز اي حد من اهل المحطه يتعرض للعيال بتوعي دول. طمن يا معلم، انا عامل نظام امن ما يخرش الميه. ماشي، دول تحت حساب المصاريف ملوش لازمه يا معلم. يلا بس وحقك محفوظ. والله انت مغرقنا بخيرك يا معلم. قال لي قول لي اخبار النظر الجديد ايه؟ هيوصل بعد يومين يا اصيل. مش عاوزك تجيب لي خبر وصوله الا بعد ما تعرف لي كل شيء عنه. هيحصل يا اصاله. لازم مبور يا وداد. امال اطبخ على الكانون يعني؟ ماله كانون؟ انتوا الاثنين ما شفتوش مناع؟ كان ماشي مع واحده على اول السكه. ماشي ايه يا رخمه؟ ايه في ايه؟ كنت فاكر نفسك جعيس وتقدر تقف قدام اكل عيشي؟ انا اقدر اقف قصادك واحرق قلبك كمان. اهو يا ابني ايه اللي بتعمله ده؟ طب قاعد يا ابني من شارع لشارع ومن قطر لقطر يا روح امك. صح انت ايه فاكر نفسك والله لا احبسكم واحد واحد واحط ايديكم الحديد يا زباله. حديد ايه؟ لا 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 منك ايه؟ شبه ايه؟ المحطة ملهاش كبير ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ضربوني يا سي السيد وبهدلوني. جابوا سيرة مامتي. هو اللي ابتدى وبهدل لي الجرايد. خلاص. حق جرايدك عندي، وبضاعتك اللي باظت دي حقها عندي. يلا، حب على دماغ اخوك، ده انتوا اخوات يا لعيب، يلا. حب على دماغ بعض، مش هنطحوا بعض يا غنم. خد كتك القرف. مساء الفل يا سيد المعلمين. اهلا جويش، ايه الاخبار؟ كله تمام، المحطه كلها بتتكلم عن مروتك وعن جدعنتك يا معلم سيد يا اصيل. على خيرة الله، انا مش قلقني غير الولا مناع، مش سهل ونابو ازرق. تحب اعمل له محضر تحري؟ لا بالهداوه، خليك تقيل. سايس حصانك عالقاني ده برضو يا وداد خيبة.
رجليا خسرتكم في اللف، ده انتوا خرجتكم الخراط ومات. الفخده اللي في ايدك دي عالجونه وابعتها على البيت. من عناية يا سيدي المعلمين، تحب نزود عليها حته من الدوش ولا الزنت؟ هي الفخده مفيش غيرها. عناية. صباح الفل يا سيدي المعلمين. اه صول اقعد لف له 2 كيلو كيبدا عالجونه. عناية يا سيدي المعلمين. لازمتهم ايه بس يا معلم؟ ده انت خيرك سابق. ار نفسك اصيل يا معلم. على فكره انا عندي اخبار وحشه. ما تفرقش. ها مين مات؟ امبارح الواد شنكل وهو بينط من القطر قبل ما يهدي نزل تحت العجل خيبان. يعني هي دي اول مره ينط؟ ده بتربى ما بين القطرات. مسكين يا ولده، كان مستخبي له كل ده فين؟ النصيب، القدر بيلعب لعبتي. القدر محدش يقول له نفر. الحكاية دي مش مظبوطة، فيها إنا كده. طيب سلامتك يا معلم شنكل. ربنا يخليك لينا يا معلم سعيد. سي السيد، الغدا جاهز، بس اخلص اللي في ايدي. لا ايدك ولا رجلك في ميعاد رجوعي، لا فيه غسيل ولا طبيخ. تبقى على سنة 10. أنا يا سيد. يا لهوي يا تلخيبة، معقولة برضو اللي أنا بعمله ده؟ مالي ماسكة القطة النهاردة؟ استغفر الله العظيم يا ربي. الله هتعملوا فيا محاسن، هشوف يوم مغبر. عارفه انت جيت استمحتك في الشميل. ايه بقولك ايه يا بنت؟ ولا تزعلي نفسك. ولا زعل نفسي؟ وهي خالتي هتسيبني؟ ده انا كسرت لها 3 بيضات. فداك اصلا ما انتش عارف محاسن لما بتضايق منها حاجه بتعمل فيا يا اخويا. ولا ايه ولا ايه وداك حق البيضه متكسر. ولا تزعلي. سلام عجورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي المعلمين يؤمر، فاخدة ولا نص خروف؟ لا أنا عاوز الجزارة كلها. وماله؟ نلف اللحم ونبعته للبيت. ما تتكلمش على اللحمة. أمال على إيه؟ صاحب اللحم كمان. أنا عاوز أشتري الدكان. مبروك عليك يا معلم سيد. وعليك بقيت حقك، وهو برضو المحل محلك عجورة.
خالتي. يا نعم. حجاوي الشنكه. بابا بتقول ايه؟ قررت تتجوزي شنكل؟ اه. انت بتتكلمي جد يا بنت؟ يعني انا حاضر في الجواز. والله زي ما اخترتي. ولا اتدبرت فيك التربيه يا بنت يا ودان. وعلى العموم الواد شنكل مش وحش. ده واد طول بعرض وكسيب ومجدع. امال ده شغال في المستورد. يا عيني. انت عارفه انك بجوازتك دي هترفعي من مستوى العيله. ازاي بقى؟ طبعا مش انا شغال يا بنت على ابي السجاير. بعد ما هتتجوزي شنكل اخش على المستورد، اخش على العلب المبرشمه ام 20 سيجاره. دي محاسن هتفرح فرح قوي بالخبر ده. انا مش عارف من غيركم كنت هعمل ايه. اخسى عليك يا شنكل، ده احنا اهلك. ده انت غالي علينا قوي يا شنكل. انا عايزك بقى تقوم بالسلامه عشان انا عندي اخبار حلوه ليك. فرحني نوبك صواب يا عم شحت. احنا عملنا اجتماع عيله و وداد وافق تتجوزك. وداد وافق تتجوز شنكل خصوصا بعد اللي حصل له؟ صدق الكلام ده مناع؟ اكيد يعني في سبب خلاها تقول الكلام ده. ممكن تكون متاثره باللي حصل له، عاطفه يعني. بس اكيد هترجع في كلامها بعد ما تقعد شويه مع نفسها. ترجع في كلامها امتى بس يا مناع؟ ما تقلقش لسه في وقت يا حسن. الواد شنكل لسه في المستشفى. وبعدين اطمن، انا هخلي مانجا تكلمها وتشوف ايه الحكايه. توكل انت على الله، شوف اكل عيش، سيبها على الله وعليا انا. ماشي يا مناع. سيدي المعلمين بيفكر في ايه؟ احوال الدنيا يا جمالات. بعد الشر، بعد الشر عليك من الفكره. انا عايزاك يا السيد. سيدي انا مشغول بايه؟ خفيش عليا يا جمالات. وداد وافقت علشان كان ليه؟ هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ ربنا هداها بعد الحادثه. بعد رجلي ما اتقطعت. اهو ده اللي حصل. لا الكلام ده ما يخشش عقلي ابدا. يوب الله ينكد عليك يا وداد يا بنت محاسن. الناس كلها تاكلها لكن انا ما اكلهاش يا شنكل. هي ايه ده يا معلم؟ الكذبه اللي كتبتها على كل الناس في المحطه. مش فاهم يا معلم. كلب بينط من القطارات بقاله 20 سنه اكتر من 10 مرات في اليوم، هيجي يوم ويغلط؟ ده الكلب. الكلب يغلط وانت ما تغلطش يا ابن ال. وايه اللي حاصل يا معلم؟ الكذبه بتكذب على الناس كلها، ما تكذبش عليا انا. قول الحقيقه. انا كلمتها النهارده الصبح، لقيتها عصبيه وراحت هبه في وشي وقالت كل واحد خليه في نفسه. اول مره وداد تكلمني بالطريقه دي يا مناع. لكن انت ما قدرتيش تعرفي السبب اللي خلاها توافق على الواد شنكل. ما اعرفش، مع ان البت وداد طول عمرها سرها معايا. انه بادي مش راضيه تقول لي ليه مش عارف. اقطع دراعي اما كان في الامر. انا وداد. نعم. جالك يا بت، حيرتيني. حيرتك؟ اه. الواد شنكل كان هيموت عليكي، رفضتيه علشان سي حسن. دلوقتي حسن هيموت عليكي وبترفضيه علشان شنكل. انا حرة. عبيطة. بقى تسيب الجدع اللي بيحبك عشان الواد المكسح. نصيبي كده. طب ايه اللي حصل؟ خايفة من ايه؟ خايفة؟ وهو انا هخاف من ايه يعني؟ خايفة ده شنكل يتكلم. ما انت اللي غلطانة. كان حقك تحط دماغه تحت القضيب وتخلي القطر يفوت عليه وتسيح دمه زي ما سيح دمك على الفلنكات. معلم سيد، انا في عرضك. استر عليا، استر عليا وانا اعيش خدمتك العمر كله.
هنعمل اتفاق زي ما انت عاوز. شنكل مش هينطق. ازاي؟ مش شغلك. هتتجوزي حسن. واقول له ايه؟ هبقى فاهمك وقتها. مش انت اللي يريحك تتجوزي حبيبك حسن وتخلصي من اللي عارف سرك؟ طب وبعدين؟ تبقي خدمتي العمر كله. اه مش ده كلامك؟ انت اللي قايله. موافقه. حاضر. بس استر عليا. ارحمني يا معلم سيد. عيون سيد يا وداد. افتحي لي بقى ازازه ازوزه اطر بيها على قلبي. اللي عمل العمله دي هشرب من دمه. هقطعه حتت. لازم تعرفي عيالهم راحوا فين. لازم تعرفي قرارهم ليكون حد اذاهم. يلا جويش مستني ايه؟ حالا يا معلم حالا. هقلب لك عليها وطيها. انا جمعتكم النهارده رجاله في هذا الاجتماع الموتر عشان اعرض عليكم تفاصيل الخطه. الجدع ده مش هيرجع الا لما نوجعه الوجيعه الكبرى. اذا كان فاكر نفسه ان هو الكبير لازم يعرف ان فيه الاصغر منه. لا يا عم شاكر. ايه في اصغر ايه؟ ما تصلح. لا مؤاخذه لا مؤاخذه. اذا كان فاكر نفسه ان هو الكبير لازم يعرف ان فيه الاكبر منه. بعد سيبت من هذه الخطه انا عاوز نبدا باننا نحرق محلاته. ايوه لازم نحرق محلاته. ومش عاوز اي غلطه يا رجاله. لازم نحرق محلاته وارجو انكم تكونوا على مستوى المسؤوليه. بقولك ايه يا عم شاكر؟ نعم. انا عندي فكره. بدل ما نحرق محلاته نطفش رجالته ونفضل وراهم لحد ما يسيبوا المحطه. انا ما يعجبنيش الكلام ده. طب انا عندي حل. نستريح منه خالص. ايه هو الحل ده؟ نقتله. نقتله. ما بقاش بقى الا السؤال اللي تصلح لي الخطط بتاعتي اللي بقول عليه اتنفس خلاص. كله اجري على الرجاله. محدش يجري. خايفين ليه؟ دول كلاب زيي. يا كل ما حدش يجري. بقول لك ايه يا شحته؟ نعم. في كلام ماشي انك بتعمل اجتماعات في بيتك. واللي فيها غلط في ايه؟ انا بعمل اجتماعات مع شباب المحطه. شوف يا اخويا اكتر من 3 اجتماع، اكتر من 5 مظاهره، ها؟ خلي بالك من نفسك يا حبيبي. اكتر من 3 اجتماع، اكتر من 5 مظاهره. 1، 2، 3، 4، 5. دول اكتر من 5 مظاهره. مش لازم نسكت. سيد عايز يهدنا يا مانجا. وطول ما احنا ساكتين له كده هيعمل فينا كده واكتر من كده كمان. احنا قد وقدود يا مناع. وصدقني لو حطينا ايدينا في ايد بعض هنقدر نقضي عليه. السلام عليكم يا جماعه. ازيك يا مسلم؟ اهلا بيكم. شكرا. انا اسف ان انا قطعت عليكم هذا الاجتماع العيله عشان انا جاي بصراحه عشان اوضح موقفي من العمل مع المعلم سيد. عم شحته. نعم. اسرع عم شحته، احنا ما جبناش ورا غير اجتماعات العيله اللي انت معلق عليها دي. ارجوك عم الناعف. عم الناعف افهمني. ارجوك افهمني. بعد سيبت وانطلاقا من هذه البدايه انا عايز اقول ان انا اذا كنت اشتغلت مع المعلم سيد فانا كنت عايز اجوب بالمصلحه العامه على المصلحه الخاصه. والمصلحه العامه تقتضي ان انا اشتغل مع المعلم سيد. ولكن احنا جيران وحبايب ويا جارك صباح الخير. انت في حالك وانا في حالي ورزق على الله. وانما الاعمال بالنيات. يا عم شحت احنا بنشحت. لا انا حبيت اوضح موقفي بس. ويا حسن المهر وصل بتاع وداد والفرح الخميس الجاي. سلام عليكم يا جماعه. صحيح وداد هتتجوز حسن يا معلم؟ وانت زعلان ليه؟ انت مالك؟ مالي ازاي يا معلم؟ دي مراتي حبيبتي. انا اللي احق بيها. انا اللي استاهلها. وانا اللي لازم اتجوزها. تسكت خالص.
كفايه عملتك السودة. لو حد من اهل المحطه عرف هيقطعوك حتت. انت تهت كده ولما تخرج من هنا انا هشوف لك معايا شغلانه كويسه ومنجهك على الاخر، وانت مالكش دعوه بالموضوع ده. ماشي يا معلم، تحابي حسن عليا وتجوزي وداد؟ طب انا هقول كل حاجه وخلص حسن بقى يتهنى بيها. ماشي، يبقى اقول الحقيقه يا شنكل، بس اما تبقى تخرج بالسلامه. سلام. ايه حكاية المهر اللي وصل ده يا وداد؟ انا ما دفعتش حاجة. عم شحتة بيقول لي ان المهر وصل. هو خلاص وصل؟ طب كويس. ما هي دي بقى الفلوس اللي كانت محوشاها لي محاسن وشحتة يعني عشان جوازي، وقالوا لي ان هم هيدوهم لك عشان تبقى تتجوزني. انت عارف ده حتى كمان خدوا لي الاوضه الفاضيه اللي فوق جمالات. سيدي المعلمين يا مرحب. سلم سكاكينك. خير؟ ذبح ولا تقطيع؟ ذبح، هتضفر الذبح. اجي معاك اذبح لك؟ لا مش هتيجي معايا، هتروح لوحدك. عيني. خد اتعبك ده كتير. لا مش كتير، لما هتعرف الدبيحة. مبروك يا اهل المحطة. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا سيد. مبروك يا عروسة. دي هديتك يا عروسة. تعيش يا معلم. امال جمالات فين؟ لا ركنت في البيت، اصلها لا مؤاخذة بعافية شوية. مش كده يا امورة؟ Thank you.
طول النهار تنطيط من قطر لقطر ومن رصيف لرصيف يا حسن. هو تنطيط من قطر لقطر ومن رصيف لرصيف يعمل كده برضه يا وداد؟ يوه واكتر من كده. انا شريفه يا حسن، صدقني ده انا عمري ما سمحت لحد انه يحط ايده عليا غيرك انت، انت بس يا حسن صدقني. الله خشي. لا خش انت الاول. لسه تفنس خشي. انت بتسمي خشي. ايه ده؟ كم دول؟ 72 77 حد 97. الايراد ماله قليل كده ولا اعمل ايه بس يا معلم؟ انا بايدي ايه اعمله؟ الناس تعبانه قوي يا معلم. الواد حسن راح فين؟ كان رايح يرجع المرتجع ويرجع في قطر 9:15. طيب خد ربنا يخليك. مستني ايه؟ طول عمرك نتن كفايه عليك دي. ربنا يسرها معاك التانيه. سهرها التانيه. خد خير يا جمالات. مساء الخير يا سيد. خدي. ايه ده؟ حتتين لحمه اوديهم لبنتك مانجا. ليه؟ انا سمعت ان جوزها مناع بيشحت على الرصيف مش لاقيين ياكلوا. يا لهوي يا بنتي مانجا. قومي يا ولية البسي حاجه وروحي له وانا مستنيكي هنا. مش هنا. ما انا عارف. عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز حق يا بت ولا انا ماليش حق فيكي زي حسن وشنكل؟ حسن جوزي وشنكل انا قطعت رجليه. تحب اذبحهولك؟ ملوش لزوم، كفايه اللي جراله. وحسن كمان لو مضايقك اذبحهولك. لا بلاش حسن، مالكش دعوه بيه عشان خاطري. طيب تعالي تعالي. بالهنا وشيف. الله يهنيك. Yeah.
اجيب لك شيشه تاخد لك نفسين تعدل مزاجك. تشكر يا حلوه، انا مزاجي معدول وعالي العال وعاوز انام. يعني انت راضي عن اللي بيحصل في المحطه ده يا عم جاويش؟ المحطه مالها؟ المحطه ماشيه عالي العال، ربنا يخليك يا معلم سيد يا رب. انت عمركم شفتوا يومين زي دول في المحطه؟ يومين ايه بس يا عم جاويش، دي الناس بتشحت ومش لاقيه تاكل، وسيد كل يوم بيعبي حله كبيره مليانه فلوس تعب وشقاق. طب نتكلم بقى بالقانون، سيد شغال من ورا القانون، مفيش محل من المحلات بتاعته ليها رخصه، هو نفسه معهوش بطاقه، محدش عارف ده جاي منين ولا بيشتغل لمصلحه مين بالظبط. وهو ده شغلك يا مناع؟ شغلي وشغله كل واحد اذاه سيد في لقمه عيشه. سيد بيرمي مسامير على الارض عشان يصلح كاوتش يا عم جاويش، وانا مش لاقي اكل ولا اكل مراتي. الشاطر اللي اكل نفسه اليومين دول بالحرام. باي طريقه؟ انا عايز ابلغ على السيد، عايز اقول للحكومه تشوف مين ده بالظبط، فين رخصه وفين بطاقته، مش يمكن هربان من حكم ولا حاجه. انت عايز تبلغ رسمي يا مناع؟ ايوه يا عم جاويش. مش خايف من سيد؟ انا ما خافش غير من اللي خلقني، وسيد ما خلناش حاجه نخاف عليها في المحطه، خد المحطه باللي فيها. الله يرحمك يا عم جلال. الصبح يا مناع نروح سوا القسم، من حق اي مواطن يقدم اي شكوى لاي واحد شاكك فيه. الصبح ان شاء الله عد عليا ومن عينيا هنروح سوا القسم. ماشي. باكينا يا مناع، بيخرب ورايا وعاوز يبلغ عني؟ بس مين اللي هيسمعه ولا يصدقه معاك؟ على العموم انت عملت اللي عليك يا جاويش، والباقي عليا انا، وكله بالقانون. خد. ربنا يزيدك من نعيم يا معلم. بالاذن. اهلا يا سيدي المعلمين. اهلا برعي، جيت في وقتك. تلزم اي خدمه؟ اقعد. انا محتاج حتتين ميري. باني طلب رخيص. ليهم طلب عندي. اشمعنى ميري يعني؟ هم ليهم طلب عندي وخلاص. غالي والطلب رخيص يا معلم سيد. هلا. خلي بالك من الورشه على بال ما اجي. يا جمالات روحي حقي جوز بنتي كله ما يهربش تحت الورشه. ليه في ايه؟ ظبطوا ممنوعات عنده في الورشه. اسمعي، روحي قولوا له يقابلني عند الفرز بعد نص ساعه بالظبط. عشان ايه؟ مش شغلك يا جمالات، يلا قبل ما ينزل وامسكوه بسرعه. طيب. تمام يا فندم. هنا ده حافظوا عليهم، واثنين منكم يفضلوا هنا، واول ما يجي تجيبوا لي على النقطه. تمام يا فندم. المحطه مرشحه ملابس وكلهم بدوروا عليك. ده ولا كانك قتلت قتيل يا مناع. يصير اعرف مين اللي عمل العمله السوداء دي وانا اشرب من دمه. اما يجي ساعتها يا سي مناع. وبعدين هي ضاقت بيك قوي يعني علشان تتاجر في السلاح. انت مصدق سيد؟ اصدق اللي شفته بعيني ولا ايه يا مانجا؟ دول لقوا السلاح في درج العده بتاعك يا مناع. انت كمان هتقولي لي سلاح يا مانجا؟ المهم انت تفضل هنا في المخزن ده ومحدش يعرف على الاطلاق انك موجود. وانا مستعد يا اخويا اجيب لك كل يوم الاكل. نعم يا اختي، علشان البوليس يقطرك ويعرف مكانه. بس ده سيدنا يا سيد. استحمل بقى يا مناع لغايه ما نشوف صرفه. يلا خش 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 خش. عيش يا مانجا، كله هيجي في السليم. ربنا يخليك يا معلم سيد. تعال تعال. مالك يا ودانت؟ ايه اللي جرالك؟ هو انا كل ما اجي احط ايدي عليكي يحصل لك كده؟ غصب عني يا حسن، غصب عني. انت ما كنتيش بتحبيني يا ودانت. انا
ربنا وحده هو اللي عالم. امال مالك؟ انا حامل. مين جاي هنا يا معلم؟ دلوقتي شنكة. طبعا انت هتحصل. الاكل كان بيوصلك باستمرار ولا لا يالا؟ انا هشغلك معايا. هتشتغل هنا انا درجي في المحطة. تشوف وتسمع وتيجي تحكي لي على كل اللي شفته وسمعته. هديك يومية 3 جنيه ده غير اكلك وشربك. هلا قول مين اللي عمل فيك العمله الوسخه دي؟ تكون شبت وداد. عارف لو كانت هي اللي عملتها انا هشيلها لك من على وش الارض. ما تحملش هم يا شنك، انا همنجهك على الاخر. ايه رايك نرفعك شويه من على الارض واجيب لك واحده بعجله؟ انا عارف ان انا لذيذ. كريم انت يا بنت يا مانجا، اديكي شايفه المحطه ملغمه والبوليس في كل خن. انا مش مامن عليك تباتي هنا لوحدك. تلم هدومك وتيجي تباتي مع امك لغايه ما نعرف ايه اللي هيحصل. استغفر الله العظيم يا رب. سعيد 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 خبر ايه يا ماما؟ في ايه سعيد؟ فين يا مانجا؟ باب السكه مقفول. يعني هيكون راح فين يعني؟ مش لاقياه. طب ما تدوري. كنت بصلح النور عند وداد. النور ولا الميه يا اخويا؟ بقول لك ايه يا وليه؟ انت هتبكتيني؟ انا اعمل اللي انا عاوزه على مزاجي. الله طلعي كل اللي جبته بنتي في الشارع. يا شنكل في ايه؟ بتبص لي كده ليه؟ يا شايف
صور الدمر. شنكل في ايه يا شنكل؟ في ايه؟ هلا مالك يا شنكل؟ في ايه؟ ايه؟ في ايه يا شنكل؟ قلع يا ابن يا حلبي. ايه قاعد تعمل ايه؟ تشرب شيشة؟ وريني. ايه بتبصلي ليه؟ الله في ايه بالظبط؟ ايه في مخك؟ بتعمل ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه انت اكيد مخك ضرب. خد ورايك البازابورت المضروب ده يتكلف كام يعني؟ يتكلف كتير يا معلم. اتكلف زي ما اتكلف. معقوله برضو هسيب الولا الشنق اجاويش؟ مناح مناح مانجا، كل المده دي يا مانجا سلموني للبوليس، اشنقوني بس حرام عليك تحبسوني كده. انا خايف عليك يا مناح، لا البوليس يقبض عليك. سيد عمل اللعبه دي كلها عشان يحبسني يا مانجا. أنا فاهمة كل حاجة يا مناح. سيد العامل قلبه على مصلحتك. سيد عايز يذلني، عايز يموتني بالحياة يا مانجا. اعملي أي حاجة، اسرقي منه المفتاح وخرجيني. محدش يقدر يجي جنبه يا مناح، ده تعبان. يعني هتسيبيني محبوس كده يا مانجا؟ اصبر مناح، اصبر بس يا مناح يا حبيبي، أنا بسايسه بس لحد ما أعرف آخر تلف ودوران الراجل ده إيه. ثلاث ساعات واقف على رجلي لغايه ما طلعت الباسبور المضروب ده. يعني كده مناح هيسافر؟ هروح اشده على اسكندريه واشحنه لك في المركب. ادعكي لي رجلي. حاضر السيد. طرقعي صوابعي. حاضر. حلويتي يا بت في غياب مناح. حلويتي. بس السيد امي كده تصحى؟ طز فيها هطلقها. وهتفك حبسه يا سيد؟ هيحصل، بس في شرط يا حلوة. ايه هو؟ لازم تطلقني يا مناح، هو ده الشرط اللي حطه سيد. انت بتقولي يا مانجا وانت موافق على الكلام ده؟ يعني اسافر واسيب بلدي واطلقك كمان؟ سيد عاوز كده يا مناح، سيد عاوز ينتقم مننا احنا الاتنين، عاوز يرد اعتباره. المطلوب بقى ان انا اسلم واقول امين، مش كده؟ مفيش غير اننا نهوده بس يا مناح. احسن لما تموت انت جوه وانا اموت بره واللي ببطني كمان يموت. اللي ببطنك؟ انت متاكده يا مانجا؟ يعني انا هيبقى لي ابن؟ هيبقى لي ابن يا مانجا؟ ايوه يا مناح. جلال، اسمه جلال، سميه جلال يا مانجا. انت اللي هتسميه يا حبيبي. سميه ازاي بس وانا مسافر؟ انت مش هتسافر يا مناح، وسيد الكلب دوت عمره ما هيلمسني. يعني انت مدبره كل حاجه وجاهزه بكل حاجه؟ لازم ابننا يعيش. ما اكيد لازم جلال يعيش. يا جمالات مش كفايه عمالك في المحطه دي كلها يا سيد؟ عايز تطلق البت من جوزها كمان؟ سيد لما يعوز يبقى نون. فوتي حضري العشاء.
ليه سلامتها مش عازمك على العشاء؟ ما تكتريش في الكلام، لكون صبح مطلقك ومطلقها ومتجوزه. مش هتفرق كتير، ما انت مطلقني فعلا. ناقص ايه؟ حته الورقه. وناوي تجوز مانجا لمين يا رقوش المره دي؟ ايه رايك في الولا شنكان؟ مفتري. الا قولي لي يا جمالات، لو فكرت يعني اخلص منك واذبحك، مش جوز لي برضه اتجوز مانجا؟ اه منك يا فاجر. هجوزك شنكل. شنكل؟ لا ده كده وكده بس، انما في الحقيقه هتبقي لي انا. اه يا فاجر يا كافر يا قليل الادب، ده نبقى تبقي ايه؟ خدي ده مستخرج رسمي من شهاده ميلادك يا حلو. يعني انت مش بنت جمالات تبقي تجوزيلي؟ ما هو صحيح اللي اختشوا ماتوا. اختار يا حلوة بدل ما اختار لك انا بالعافية. هختار يا سيد، هختار يا كبير. عملتها يا شنكل. شنكل، انت اللي سلخت الدبيحة. اتأكدت ان هو اللي شفاك؟ هكون ظلمته. مش كنت قتلته احسن؟ ما علينا، على فكرة البنت وداد هي اللي كانت وزع عليك. اوعى تأذي وداد يا شنكل، دي برضو مننا. سيبك انت من ده كله وانا هجوزك احلى جوازة في المحطة. مانجا. مانجا هتغرق في العصير يا لا شنكل. انت اللي لذيذ. وحشتني يا منان. ايوه يا منان. هو مطلقها بقاله اكتر من 3 اشهر. تم الطلاق من 3 اشهر؟ ايوه. وموافق على الطلاق؟ موافق. Thank you.
يا سيد. مبروك من قلبي. مبروك يا كبير المحطة. استنيني الليلة يا بت. ان شاء الله ما هيطلع عليك صبح يا سيد. ليه كده؟ من الليلة دي انت ليا ومانجا كمان ليا، بس ما تخنقوش مع بعض، كل واحدة هتاخد حقها بالتمام والكمال. تعالي. خير يا ابو علي؟ اديني سكينه من عندك. خير؟ عند الذبيحه. كبيره ولا صغيره؟ لا دي ذبيحه كبيره قوي. تنفع دي؟ ده عز الطلب، ربع ساعه واجيلك. بالسلامه يا اخوي. سابقة. طب ما توجه الاب وترقص عليه. حاضر يا سيد. طول عمرك صاحب واجب. وبترفع بالاصول. يا زماني ايه مكتوب على سنين،
عمر اللي تاه حنساله حرمانه وارجع معاه وارسم في عنوانه واحلف احلف تشوف الفجر يا عينيا سكه ليه قلبك حديد ما تليني يا زماني ايه مكتوب على سنيني يا سكه ليه قلبك حديد ما تليني يا زماني ايه مكتوب على سنيني عمر اللي تاه حنساله حرمانه وارجع معاه وارسم في عنوانه احلف احلف تشوف الفجر يا عيني.